عليكم ورحمة الله تعالى. إخوان في الحلقة إن شاء الله غنوريكم كيفاش ديروا يعني تقدموا فيتامين سي للطيور ديالكم، فيتامين سي عن طريق الكسكس. الكسكس اللي كيكون مفور وعندكم خليته في الثلاجة ولا شي حاجة، المهم كسكس مفور. وهنايا شديت اللب، هذاك اللب ديال الخس قطعته قطيعات صغار، وليمونة، ليمونة معصورة. دونك اش غادي ندير، غناخد هاد الكسكسو غنزيدو على هاد الخس هذا، ونزيد عليه هاد الليمون ونخليه حتى يشرب، نخليه حتى يشرب. هذا يعني نقدمو الطيور، غادي نوريكم يعني كيفاش في الاخر كيولي ونقدمو الطيور ديالنا. المنافع ديال فيتامين سي راكم عارفين الاخوان، راه مزيان في ايامات البرد، مزيان للزكام، مزيان للستريس، مزيان للتعب، يعني مزيان يعني الطيور تولي عندها واحد الحيويه مزيانه. دونك كاع هادشي يعني مزيان في هاد فيتامين سي، ومزيان تعطى في ايامات البرد، راه ممتاز. وحتى باش نمدو يعني الناس، يعني الناس اللي ما قادرش تشري مكملات غذائيه ديال فيتامين سي، ياخذوا ليمون على كنفطر ولا موندارينا ولا شي حاجه، يعصروها وياخذوا داك الجي ديالها ويزيدوا على الكسكس كما غنوريكم. وسميتو نقدموها للطيور ديالها. يعني ها هو الشكل الاخير ديالو الاخوان، هو الشكل الاخير ديال الكسكس ملي زدنا عليه الليمون وخليناه حتى يشرب، راه ولا مجموع يعني قصرت يعني ولا مجموع. نقدموا الطيور ديالنا ونخليهم ياكلوا، راه ماكله يعني ماكله رطبه غتعجبهم، يعني ما غادي يخليو فيها حتى هي والو. خلي معايا داك الباطي اللي كنا عطيناه اخر مره، نبقى فيه والو مشات الباطي. باي باي ان شاء الله هذه حتى هي وياكلوها، ما يخلو فيها حتى شي حاجه. اللهم لقينا تشاوي ياكلو، شاو كضربو فيها دوك راه ما يلا حطيت هذه ما بداو عاطين. يا اخوان معانا في الله.